أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 27/7/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على النفط الخام. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية ليس لدينا اليوم أي أرقام قد تتعلق في حركة النفط الخام. أما من الناحية التقنية نلاحظ حاليا التداولات المائلة إلى السلبية بالنسبة لخام غرب تكساس أسفل المنطقة المحورية 41/17 41/33، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 40/70، وفي حال كسر مستوى 40/50 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 40. لا تتغير هذه النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية إلا في حال كسر وتداولات أعلى مستوى 41/30، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 41/80، وفي حال كسر مستوى 42 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 42.5. أما بالنسبة لخام برنت أيضا نلاحظ التداولات المائلة إلى السلبية أسفل المنطقة المحورية 43.5 43.40، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستوى 42.80، وفي حال كسر مستوى 42.60 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستوى 42.15. كسر وتداولات أعلى مستوى 43.40 يعطي نظرة إيجابية لحركة الأسعار بالنسبة لخام برنت للوصول إلى مستوى 43.90، وفي حال كسر مستوى 44 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستوى 44.5. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.